هذه الطفلة حضرت برفقة زميلاتها للاعتصام الذي نظمه حراك المعلمين أمام مديرية التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة للمطالبة بأبسط حقوقها وهو التعليم. حال هذه الطالبة يتشابه مع حال مئات آلاف الطلبة بعد مضي أكثر من أسبوع على تعطل العملية التعليمية في غالبية المدارس الحكومية. علشان بدي تنحل مشكلة الإضراب وبدي كل معلم أو كل واحد مضرب يستح ياخد الرواتب اللي إله والطالب إنه يتعلم يتعلم. يا معلمنا ما في خوف. إضراب المعلمين واعتصامهم أمام مديريات التربية والتعليم في كافة محافظات الضفة الغربية جاء التزاما بدعوة حراك المعلمين الذي يطالب بحقوق نقابية ومادية. احنا بنوجه رسالة لكل المجتمع انه يوقف معنا ويضغطوا باتجاه انه حقوقنا تتحقق، لانه احنا اعتمدنا على وقفة الشعب ووقفة المؤسسات اللي وقفت معنا وانهينا الاضراب العام على اساس كتير مطالب بسيطة وحقوق يعني شرعية جدا. المطالب العادلة اللي بيطالبوا فيها تمثل بالاتفاق النهائي اللي وقعوا عليه كثير مؤسسات الحقوقية والمجتمع المحلي ولم ينفذ أي شيء منها، بتعلق بالخصم اللي تم على الرواتب، تعلق بجعل الاتحاد ديمقراطي يمثل المعلمين كلهم انتخابيا، تعلق كمان بزيادة اللي اتفقوا عليها وهي كانت تمثل الحد الأدنى لمطالب المعلمين. ونتمنى من المجتمع المحلي والأهالي وكل الإعلاميين وكل المؤسسات والناس اللي بيكونوا حريصين على أبنائهم وعلى مسيرة التعليم منهم وقفوا جانب المعلم اللي بيطالب بحق أو حتى نقول بأدنى الحقوق اللي لازم يتوصل يأخذها المعلم. نحن بنطالب بحق مشروع إن وإحنا حقنا من العام لحتى اللحظة وإحنا ماشيين وسيرين في مسيرتنا التعليمية ما وقفنا رغم الاتفاق وتناقضات الاتفاق مع الحكومة. جينا اليوم نقول لهم نحن اليوم أعلننا إضراب من خلال حراك المعلمين على أساس أننا نحصل على هاي الحقوق اللي تم الاتفاق عليها مسبقا. رسالتي راتب كامل 15% تنزل، حقوقنا ناخذها، العقود تتثبت، هذا اللي أنا بناشد فيه وبطالب فيه، أعطوني راتب يعيشني بكرامي وأنا بداوم جمعة وسبت. ويأتي إضراب المعلمين لعدم التزام الحكومة بتطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها العام الماضي مع الحكومة لإنهاء أزمة الإضراب الذي عم المدارس لأسابيع وتضمن عدة بنود وهي دمقراطة اتحاد المعلمين من خلال تنظيم الانتخابات لاختيار قيادة جديدة وتحويل التعليم إلى مهنة تحت بند مهنأة التعليم، بالإضافة لصرف نسبة 15% كعلاوة طبيعة العمل وربط الرواتب بغلاء المعيشة.